بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أعزائنا المتابعين، أهلا وسهلا بكم على قناتكم Algerian Train. نرحب بكم في هذه السلسلة اللي نتطرق فيها بإذن الله في عدة أجزاء، شرح تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر في ضوء المرسوم الرئاسي 15247. هذه السلسلة تكون مجموعة من الأجزاء، نطرق في هذا الجزء الأول إلى نظرة شاملة على المرسوم. نحاول نشرحه بمجموعة من النقاط البسيطة لما فيهاش تفاصيل كثيرة، من ثم راح نفهم أما بعض النقاط المعقدة التي تحتاج تفصيل أكثر واللي فيها أمور معقدة نوعا ما، راح نتطرق لها في أجزاء مستقلة. على بركة الله في هذا الجزء الأول لنلقي نظرة شاملة على المرسوم الرئاسي 15247. المرسوم صدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم 50، يوم الأحد 6 ذو الحجة عام 1436، موافق 20 سبتمبر سنة 2015. المرسوم كما سبق وقلنا يحمل الرقم 15247، مؤرخ 2 ذي الحجة عام 1436، موافق 16 سبتمبر سنة 2015. يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. مجرد ملاحظة، نحن نتحدث في هذه السلسلة على تنظيم الصفقات العمومية، أما تفويضات المرفق العام نخصص لها سلسلة وحدها لأنه صدر مرسوم خاص بها. هذا المرسوم رئاسي 15247 متضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، قسم المشرع الجزائري إلى خمس أبواب. الباب الأول أحكام تطبق على الصفقات العمومية، وهو أهم باب ويتضمن أغلب النقاط المهمة في الصفقات العمومية واللي يخدموا بها الناس كامل. الباب الثاني الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام. الباب الثالث التكوين في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. الباب الثاني الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام كما قلنا مناش نطرقوا لأنه صدر مرسوم خاص به. أما الباب الثالث اللي يتحدث عن التكوين في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، طبعا هنا المشرع الجزائري في هذا المرسوم كما نقولوا أمر المصالح المتعاقدة أن تقوم بإجراء تكوين للعمال ما عندهم علاقة بالصفقات العمومية، لازم يتكونوا في هذا المرسوم. الباب الرابع سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي، هذه سلطة أنشئت بموجب هذا المرسوم تكون تحت إشراف وزير المالية. الباب الخامس أحكام مختلفة وانتقالية. بالنسبة للباب الأول اللي قلنا هو الأهم وراح يدينا أكبر وقت وأكبر عدد من الأجزاء في هذه السلسلة لأنه يتضمن نقاط مهمة في الصفقات العمومية، الباب مقسم إلى فصول والفصول إلى أقسام والأقسام إلى أقسام فرعية. بالنسبة للفصل الأول يخص أحكام تمهيدية، القسم الأول فيه تعريف ومجال التطبيق. هذا القسم تطرق فيه المشرع إلى تعريف الصفقات العمومية. الصفقات العمومية بشكل بسيط ومبسط وبدون تعقيد هي عبارة عن عقد. الصفقة العمومية هي عقد، العقد هذا بين شكون وشكون؟ العقد هذا فيه طرفين، الطرف الأول هو المؤسسة العمومية، المؤسسة العمومية هي المؤسسة اللي تستخدم المال العام. يطلق عليها في هذا المرسوم بالمصلحة المتعاقدة. أما الطرف الثاني من العقد فهو المتعامل المتعاقد، يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين اللي يقدموا خدمة أو يقوموا بتقديم لوازم أو شيء من هذا القبيل للمؤسسة العمومية. في هذا القسم أيضا من بين النقاط المهمة كاين أنواع الحاجات ومبادئ راح نطرقوها بعد قليل. القسم الثاني في هذا الفصل هو الإجراءات الخاصة. الإجراءات الخاصة هي مجموعة من الإجراءات اللي قام المشرع باستثناء بعض الحالات استثنى فيها المشرع تطبيق هذا المرسوم. الحالات هي أقسام ذكرها المشرع في أقسام فرعية. عندنا إجراءات في حالة الاستعجال الملح. الاستعجال الملح هو في حال وجود خطر داهم لاستثمار عمومي معين أو مشروع قد تم إنجازه فعلا كاين خطر عليه، يعني المؤسسة المصلحة المتعاقدة اللي قلنا هي المؤسسة العمومية عندها ملك عمومي أو مشروع عمومي له يتعرض لخطر داهم ومبرر ومعلل. هذا الخطر لتداركه وتفاديه إذا كان مرينا بالإجراءات تاع الصفقات العمومية راح تاخذ وقت وما يكفيش الوقت باش نتفادى هذا الخطأ، ولهذا قدم لها المشرع حل وهو يتمثل في إجراءات استثنائية، يعني تقوم بها المؤسسة ثم تقوم بدون المرور بإجراءات الصفقات العمومية لتقدم تقريرا تفصيليا ومبررا لهذا الإجراء فيما بعد. الإجراء الخاص الثاني هو الإجراءات المكيفة. هذه الإجراءات المكيفة هي أمر مهم للغاية نطرق له في جزء مستقل لوحده، ممكن يكون هو الجزء الأول بعد هذا الجزء الثاني بعد هذا الجزء تاع النظره الشامله. الاجراءات المكيفه باختصار هي لما المبالغ ما تلحقش مبالغ الصفقات اللي راح نشوفوها بعد قليل بصفه
سطحية فقط دون تعمق. الإجراء الخاص هو الثالث، هو الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار. هنا المشرع تكلم على هذه بخصوص استيراد المواد التي قد ترتفع أسعارها في أي وقت، أو في وقت قد لا ما يكفيش الوقت لما نطبقه الإجراءات وإجراءات إبرام الصفقة العمومية، ممكن الأسعار تطلع والخزينة ما تتحملش الأسعار الجديدة. ولهذا وفر المشرع مجموعة من الإجراءات الخاصة لمثل هذه الحالة، يعني يقومون بالاستيراد وتجاوز الإجراءات اللازمة، ثم تقوم المصلحة المتعاقدة بما يسمى بصفقة التسوية. الإجراء الخاص الرابع هو الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات الخاصة. الخدمات الخاصة هنا هي الفندقة، خدمات الفندقة، خدمات الإطعام، وخدمة النقل. هنا في هذه الإجراءات ما نطرقوش كثيرا لأنه أحكامها واضحة، لأنه هذه الإجراءات نطبق عليها الإجراءات المكيفة في حال ما كانت المبالغ تاعها تتكيف مع هذه الإجراءات، وإلا نطبق عليها قانون الصفقات كما هو. الإجراء الأخير هو الإجراءات المتعلقة بتكاليف الماء والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت. كما تعرفوا أن هذه الخدمات تاع الماء والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت هي خدمات احتكارية، يعني كان مؤسسات وطنية احتكارية تحتكر تقديم هذه الخدمات، ولهذا لها إجراءات خاصة. نقوم بما يسمى، تقول المؤسسة هنا بما يسمى بصفقة الطلبيات، وتقوم بالتسوية في حال توفر إلى غاية حال توفر اعتمادات. فور تبليغ الاعتمادات نديروا محل، تكون الصفقات محل تسوية. إذا هذه هي الإجراءات الخاصة اللي استثناها المشرع من تطبيق الفعلي لإجراءات إبرام الصفقة. القسم الثالث من هذا الفصل هو دفاتر الشروط. دفاتر الشروط نرجع لها بعد قليل لنلقي نظرة سطحية فقط، أما النظرة المعمقة لأنه دفتر الشروط أحد الركائز الأساسية في الصفقات العمومية نخصص له جزء لوحده. إذا في هذا الفصل مجموعة من النقاط لابد من أن نركز عنها، لعل أبرز هذه النقاط وأولها هو المبادئ الصفقات العمومية. هنا المشرع من أجل ضمان نجاعة الطلب العمومي حدد مجموعة من المبادئ يجب الالتزام بها. أول هذه المبادئ الحرية. الحرية هنا يقصد بها حرية الوصول للطلب العمومي، لأي كان من حقه يوصل الطلب العمومي. المؤسسة العمومية حابة تقتني أو تقوم بإنجاز أو تطلب تقديم خدمة، من حق أي شخص تتوفر فيه مجموعة من الشروط أنه يوصل لهذا الطلب العمومي ويشوفه ويشارك. المبدأ الثاني هو المساواة. هنا المساواة بين المترشحين للحصول على صفقة أو للحصول على عقد مع المؤسسة العمومية. المبدأ الثالث والأخير هو الشفافية، أي أنه لازم تكون هناك شفافية في التعامل. لعل المبادئ هذه واضحة ما تحتاج تفصيل كثير. الحرية والمساواة والشفافية، ليبرتي ليغاليتي اي ترونسبارونس. النقطة الثانية في هذا الفصل اللي نركز عليها أنواع الحاجات. المشرع الجزائري في هذا المرسوم حدد أنواع الحاجات، الحاجات اللي هي الأمور اللي تحتاجها المؤسسة العمومية. أربع أنواع، أولها إنجاز الأشغال. إنجاز الأشغال سواء بناء، هدم، ترميم، بناء الطرقات، كل ما يدخل في هذا الموضوع. الحاجات النوع الثاني من الحاجات هو اقتناء اللوازم. اللوازم تعرفوها بمختلف أنواعها، كونسومابل دي بيرو، ماتريال انفورماتيك، أثاث بيداغوجي، أثاث صحي، إلى غير ذلك من اللوازم التي قد تقتنيها مؤسسة عمومية. النوع الثالث من الحاجات هو إنجاز الدراسات. لعل أشهر نوع هنا هو الدراسات المعمارية اللي قدموها مكاتب الدراسات، ومو شرط معمارية، أي مكاتب دراسات المؤسسة العمومية قد تحتاج إنجاز دراسة معينة. النوع الثالث من الحاجات هو تقديم الخدمات. خدمات كما ذكرناها منذ قليل في الإجراءات الخاصة مثل النقل، الإطعام، الفندقة، لعل أشهرها مثلا في الخدمات الجامعية توفير خدمة النقل للطلبة، وإلا حجز الفنادق للضيوف مثلا على سبيل المثال. الخدمات بمختلف أنواعها على كل حال، هذه أنواع الحاجات في المرسوم. النقطة الثالثة اللي ذكرها المشرع في هذا المرسوم وفي هذا القسم وهي مهمة بشكل مهم أيضا، الإجراءات. أي الإجراءات اللي لازم تتبعها المؤسسة العمومية والمصلحة المتعاقدة. هذه الإجراءات راح تكون بناء على المبلغ التقديري للحاجات، يعني المؤسسة تقدر حاجياتها، تقدر مبلغ الحاجيات، وبناء على هذا التقدير الإداري تقوم باختيار الإجراء. إذا عندنا زوج حالات. الحالة الأولى إذا كان إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم، هذو دارهم مشرع في صنف واحد. إذا كان هذا الصنف أقل أو يساوي من 12 مليون دينار جزائري، والصنف الثاني اللي دار المشرع هو إنجاز الدراسات وتقديم الخدمات أقل أو يساوي 6 مليون دينار جزائري. إذا كان عندنا هذا الهامشين من المبالغ في تقديرنا للحاجات المؤسسة، نقوم بالإجراءات المكيفة اللي هي هنا نقصد بها الاستشارة. الاستشارة هذه لازم تكون كتابيا ومحل إشهار ملائم،
وينتج يعني ينجم عنها عقد او سند طلب، يعني انه يتم ابرام ان كونفونسيون وبيان ان بون دو كوموند مع المتعامل المتعاقد. الحالة الثانية الصنف اللي يكون فيها الصنف الأول اللي هو إنجاز أشغال واقتناء اللوازم أكثر من 12 مليون دينار جزائري، والصنف الثاني اللي هو إنجاز دراسات وتقديم الخدمات أكثر من 6 مليون دينار جزائري. إذا كنا في هذه الحالة نقوم بما يسمى بطلب العروض أو التراضي، مذكور ماهوش واضح هنايا، إجراء التراضي. هذا ما يكون عن طريق الإعلان على الجرائد الوطنية. هنا المشرع ألزم المؤسسة العمومية أو المصلحة المتعاقدة بالإعلان على الجرائد الوطنية والنشر الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وليس كتابيا ومحل إشارة معلم فقط كما في الإجراءات المكيفة، وما ينجم عنه صفقة. إذن عندنا حالتين، واحدة الاستشارة أو لا كونسلتاسيون تخرج عنها عقد أو أن بون دو كوموند، والحالة الثانية عندنا طلب عروض والا اجراء التراضي مش مذكور هنا، تنجم يخرج عنه لان ينتج عندنا الصفقه مع المتعامل العمومي او المارشي. بالنسبه قلنا عقد او سند الطلب، سند الطلب يكون في حال ما اذا كان الصنف الاول اللي هو انجاز اشغال او اقتناء لوازم اقل او يساوي مليون دينار جزائري، والصنف الثاني انجاز دراسات وتقديم خدمات اقل او يساوي 500 الف دينار جزائري. اذا كان عندنا اللي تاعنا تاع المبالغ التقديريه في هذا الحدود نقوم بسند طلب وليس عقد. بالنسبة الآن نمر إلى دفاتر الشروط. باش نحكي على دفاتر الشروط إخواني، نحكي على مراحل إبرام الصفقة بصفة عامة اللي هي تشبه كثيرا لمراحل إدارة المشروع للناس اللي تعرف لا جيستيون دي بروجي، بروجيكت مانجمنت. إذن مراحل إبرام الصفقة تبدأ بتحديد الحاجيات. تحديد الحاجيات كما ذكرنا سابقا، تحديد الحاجيات هي المؤسسة تقوم بالوصف الدقيق للحاجيات اللي حبتها، واش حابة تبني ولا واش حابة تشتري، واش من خدمة حابة ولا واش من دراسة حابة تديرها، والمبالغ التقديرية لهذه الحاجات. بعد ما نقوم بتقوم المؤسسه العموميه بتحديد الحاجيات، تقوم باعداد دفتر شروط، سطرين تحت دفتر شروط لاحظوا ثم ارجعوا له. تقوم بالدعوه للمنافسه، يعني تقوم بدعوه المترشحين والمتعهدين لسحب دفتر الشروط والاطلاع على حاجيات المؤسسه واقتراح تلبيتها ووضع عروضهم. نقوم بفتح عروض هذا المتعهدين او المترشحين ونقوم بتقييمها، ثم نقوم باختيار متعامل متعاقد من بين هذا المترشحين، نقوم بابرام الصفقه مع هذا المتعامل المتعاقد، نخضع الصفقة تاعنا لهيئات الرقابة. الرقابة هنا مش كما الرقابة في إدارة المشروع، لأنه في إدارة المشاريع تكون الرقابة على التنفيذ، الرقابة هنا على قانونية الصفقة أو العقد. نخضعها لهيئات الرقابية لنطرق لها بالتفصيل في هذا الشرح، في الشرح في الأجزاء القادمة. نمر مباشرة للتنفيذ، يعني برمنا الصفقة مع المتعامل المتعاقد اللي اخترناه، خضعناها للرقابة، ظهرت قانونية ما فيهاش إشكال، نقول للمتعامل المتعاقد ابدأ تخدم، ابدأ تجيب السلع، ابدأ تبني أسافوار الحاجيات اللي حددناها آنفا. بعد ما ينفذ نستلم عليه الحاجيات اللي لباهم لنا، سواء بنى لنا ولا جاب لنا سلعة نستلمها عليه ونخلصه. إذا هذه المراحل، لو ذكرنا هذه المراحل لأنه دفتر الشروط يلم بكل هذه المراحل. دفتر الشروط مذكورة في حاجيات المؤسسة بالتفصيل ما هي ومواصفاتها وإلى غير ذلك. دفتر الشروط فيه كيفية الدعوة للمنافسة وطريقتها. دفتر الشروط فيه كيفية فتح العروض ومكوناتها وما هي الوثائق التي يقدمها المترشحون والمتعهدون، كيفية تقييم العروض ومعايير تقييمها وكيفية اختيار المتعامل المتعاقد. الصفقة كيفاش راح تكون أيضا أمر مذكور في دفتر الشروط بالتفصيل، أجل التنفيذ، مدة الضمان، خدمات من بعد البيع، الى غير ذلك الى غير ذلك. الفسخ، العقوبات الماليه، كل ذلك يكون الامور اللي تكون مذكوره في الصفقه تكون مذكوره آنفا في دفتر الشروط. الهيئات الرقابيه اللي تخضع لها هذه الصفقه ما هي ايضا تكون مذكوره في دفتر الشروط، كيفيه التنفيذ واجراءات الاستلام وكيفيات الدفع، كل هذه النقاط تكون مذكوره في دفتر الشروط. اذا هذا هو دفتر الشروط، نرجع له بالتفصيل في جزء مستقل ان شاء الله. الفصل الثاني تحديد الحاجات والصفقات العموميه والمتعاملين المتعاقدين. هذا الفصل فيه في القسم الاول على تحديد حاجات المصلحه المتعاقده. سبق واحد تحدثنا فيها تحديد الحاجات لازم تكون فيها عقلانيه وتجانس في الحاجات، ويمكن تصنيفها في حصص نطرق لها بشيء من التفصيل ايضا في جزء اللي راح نخصوه لدفتر الشروط. القسم الثاني شكل وموضوع الصفقات العموميه، نرجع لها بعد لحظات. القسم الثالث المتعامل المتعاملون المتعاقدون. المتعامل المتعاقدون باختصار هم أشخاص، شخص أو أشخاص عدة، إما شخص واحد وإما عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يتم التعاقد معه أو تتعاقد معه المؤسسة العمومية. المؤسسة العمومية المسمات هنا المصلحة المتعاقدة. بالنسبة للقسم الثاني شكل وموضوع الصفقات العمومية، تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات التالية، عملية واحدة أو أكثر: إنجاز أشغال، اقتناء لوازم، إنجاز دراسات
وتقديم الخدمات. كما كنتم تشوفوا على حساب الحاجات اللي ذكرناها من نفس الاصناف تاع الحاجات، يعني الصفقه ممكن تكون صفقه انجاز اشغال، صفقه اقتناء لوازم، صفقه انجاز دراسات، صفقه تقديم الخدمات، او تشمل على نوعين من هذه الانواع ولا ثلاث انواع ولا حتى اربع انواع. مثلا في انجاز الاشغال كما تعرف وتكون دراسه ومن بعدها اشغال، يمكن تكون في نفس الصفقه. اذا نمر لقسم الفصل الثالث اللي هو ابرام الصفقات العموميه، نتحدث فيه المشرع في قسمه الاول على كيفيه ابرام الصفقات العموميه، القسم الثاني تاهيل المترشحين المتعهدين، القسم الثالث اجراءات الابرام، ثم حالات الاقصاء من المشاركه في الصفقات العموميه، في القسم الخامس اختيار المتعامل المتعاقد. في كيفية الإبرام نرجع لها بعد قليل. تأهيل المترشحين المتعهدين خاصة حتى نذكرها في الأجزاء القادمة بشيء من التفصيل هي وإجراءات الإبرام. بالنسبة لحالة الإقصاء من المشاركة، المشرع حدد مجموعة من الحالات إذا توفرت في متعامل متعاقد أو في مترشح أو متعهد يمكن إقصاؤه من المشاركة في الصفقات العمومية على مستوى المؤسسة، على مستوى القطاع، وإلا على المستوى الوطني. القسم الخامس اختيار المتعاقد، أيضا نطرق له بالتفصيل في الأجزاء القادمة لأنه فيه مجموعة من المعايير ومجموعة من وتفاصيل تأخذ شيء من الوقت. القسم السادس الطعون، طبعا المشرع مد حق عند المتعاملين والمترشحين أو المتعاهدين، مد لهم حق الطعن في قرارات المصالح المتعاقدة. هذا الطعن له إجراءاته وكيفيته، نطرق لها بالتفصيل في الأجزاء القادمة أيضا. القسم السابع ترقية الإنتاج الوطني بالأداة الوطنية للإنتاج، هنا المشرع مد أهمية ولا أفضلية للمنتوج الوطني، حيث مد هامش أفضلية يقدر ب 25% في العروض، في الأسعار العروض المقدمة من العارضين، مد أولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاحظوها بإذن الله هذه الأمور نكتشفوها مع بعض في الأجزاء القادمة. القسم الثامن مكافحة الفساد، وهي النصوص اللي سنها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد في هذا القطاع الحساس. بالنسبة لكيفيات إبرام الصفقات العمومية، مؤسسة إذا كان في إبرام الصفقات العمومية إذا كان لساي تاعها تجاوزوا 1,200,000 بالنسبة لصفقات الإنجاز إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم، و600,000,000 بالنسبة للدراسات وتقديم الخدمات، هنا لديها إجراء من إجراءين اللي ذكرناهم سابقا، عندها طلب العروض وعندها الطرد. طلب العروض يأخذ أحد الأشكال الأربعة، أولها طلب العروض المفتوح، ثانيها طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرة الدنيا، طلب العروض المحدود والمسابقة. بالنسبة للطراز يأخذ أحد الشكلين، الطراز البسيط والطراز بعد الاستشارة، هذه كلها راح تمر علينا في الأجزاء القادمة إن شاء الله، في كل جزء راح نلاحظه وإلا تكون أجزاء مخصصة لهذه النقاط. الفصل الرابع تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية، هنا المشرع تحدث بشيء من تحدث عن كيفية ماذا يوجد في الصفقة العمومية وش فيها كبنود. مثلا القسم الأول تحدث عن البيانات الإلزامية في الصفقة، القسم الثاني تحدث عن الأسعار، تحدث بشكل خاص راح نتحدث عليه في أجزاء خاصة هي الأخرى، كل هذه الأقسام تحدث عليها في أجزاء مستقلة، تحدث على تحيين الأسعار ومراجعتها، تحدث على كيفيات الدفع، كيفية الدفع أيضا أمر مهم جدا، تحدث عن الضمانات، الضمانات هي اللي يقدمها المتعامل المتعاقد قبل أن يقوم بالاستلام النهائي الخدمات اللي قدمها، قبل ان يتم الاستلام النهائي الخدمات اللي قدمها. تحدث عليه ايضا بشكل من التفصيل هذا لانه مهم جدا، لي كوسيون، لي كوسيون دو غارونتي، لي كوسيون دو بونيفيكيسيون ايتترا، نتحدث عليه في اجزاء مستقله. القسم الخامس الملحق، الملحق باش ما تبقاش على استفهام بالنسبه للناس الجدد في الميدان الصفقات العموميه، الملحق هو اضافه للعقد ولا الى الصفقه، في حال وجود تعديل او اضافه او نقصان من الصفقه يتم ابرام الملحق. القسم السادس وهو المناولة، المناولة اللي هي لمد اسمها لاسوتريتونس، لاسوتريتونس اللي هي لاسوتريتونس نتحدث عليها ايضا بشكل من التفصيل في الاجزاء القادمة، هي والرهن الحيازي اللي مذكور في القسم السابع من هذا الفصل. القسم الثامن العقوبات المالية، يعني انه الاخطاء اللي يمكن يتسبب فيها المتعامل المتعاقد او اخلاله بواجباته يمكن تترتب عليها عقوبات مالية. القسم التاسع يتحدث عن الاستلام وكيفيته وانواعه، استلام مؤقت واستلام نهائي ايضا نكتشفها مع بعض الاجزاء القادمه. القسم العاشر الفسخ اللي هو ايضا يمكن ان ينجر عن اخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته، وهذا ما راح نشوفه ايضا في الاجزاء القادمه. القسم الحادي عشر تصوير وديه للنزاعات اللي مثل لها المشرع شيء اهميه في هذا المرسوم.
الفصل الخامس رقابة الصفقات العمومية. الرقابة كما تعرفوا هذه الصفقات العمومية موضوع حساس جدا، وعليه المشرع قام بإجراءات إجراءات رقابية. الإجراءات الرقابية تحدث عليها في هذا الفصل، تحدث في القسم التمهيدي للأحكام التمهيدية. في القسم الأول مختلف أنواع الرقابة ذكرها المشرع، اللي هي الرقابة الداخلية اللي تمارسها المؤسسة على نفسها وعلى أعوانها، ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض اللي راح نخصوا لها جزء خاص ولوحدها. القسم الفرعي الثاني يتحدث عن الرقابة الخارجية. الرقابة الخارجية شكون اللي يمارس الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية؟ على سبيل المثال نذكر الرقابة المالية، رقابة المحاسب العمومي، رقابة المفتشية العامة للمالية، رقابة مجلس المحاسبة إلى آخره. أيضا أمور هذه كلها لازم نطرق ونخصص لها جزء لوحدها. القسم الفرعي الثالث رقابة الوصاية، اللي هي لاتيتال تاع المؤسسة العمومية وإلا المصلحة المتعاقدة. القسم الثاني يخص هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية، وهنا يقصد به المشرع لجان الصفقات بمختلف أنواعها. القسم الفرعي الأول مثلا لاحظوا اختصاص لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة وتشكيلها. الثاني اللجنة القطاعية للصفقات أيضا اختصاصها وتشكيلها. والثالث أحكام مشتركة. في الفصل السادس الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية. هنا تحدث المشرع على الاتصال بالطريقة الإلكترونية، وتحدث بشكل خاص على البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية اللي يتم تسييرها بين وزارة المالية ووزارة التكنولوجيا الاتصال والمعلومات، اللي مازال ما تفعلتش للأسف إلى يومنا هذا، اللي نورمالمون تذكر فيها كل شيء، كل طلبات العروض، كل الاستشارات، كل النصوص القانونية تكون فيها، ولكن لم يتم تفعيلها إلى غاية يومنا هذا. القسم الثاني تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية. هنا المشرع يتحدث على تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة وبين متعامل المتعاقدين، تبادل الوثائق وإرساله بالطريقة الإلكترونية. إذا أعزائي نشكركم على المتابعة في هذا الجزء، نتمنى أن تتابعونا في الأجزاء القادمة، نتحدث بالتفصيل على كل الأقسام وكل النقاط المهمة في هذا المرسوم. نتمنى الإفادة، نتمنى تصحوا لنا أخطائنا في التعليقات، إذا كان أخطأنا جل من لا يخطئ. نرجو منكم المتابعة ونتعلم مع بعض إن شاء الله، وبارك الله فيكم.